حكاية وحكاية سميني وقعد حدايا وحكيهم لي بتبايا مش هكدا حقدا وسمية ضلي تبدلي في الصفات تعذبي فيا غير بشوية عيت مع دابك باركات وكل حكاية فيها فرحة ومأساة. كالعادة أعزائي المشاهدين نرحب بكم باش نشوفوا موضوع جديد في برنامجنا دنيا حكايات. هم متواجدين معايا ضيوفي المتألقين الأستاذ فرجاني. مرحبا بك أستاذ فرجاني. مرحبا بك كذلك. إن شاء الله دائما من خير لكل عدد احنا نستفادوا من كل قصة. الهدف منها هو العبرة اللي احنا ندوها باش إن شاء الله نقدر نعاونوا معناتها كنا حنكونوا متكاملين إن شاء الله مع بعض إن شاء الله. مرحبا بك أستاذة منصوري. مرحبا بك شاناز ومرحبا بجميع متتبعين الحصة الحالية، وإن شاء الله دائما نصيبكم في كل حصة وفي كل حلقة أكثر أناقة وأكثر جمال، ونتمنى أنه من كل حصة نستفادوا عبر ونبعثوا رسالات تسمعها كل مجتمع الجزائري، نستفادوا ونفيدوا إن شاء الله الجميع إن شاء الله يا ربي. متواجد معنا اليوم الأخ شايب مصطفى، مرحبا بك. مرحبا بكم، سان في بليزير اي سان اونور بو موا ديتر ايسي. يسلمك. باش نتعرفوا أكثر على قصة مصطفى شايب نروحوا نشوفوا الفي تي آر ونعاودوا نوليو. مصطفى شايب مولود في العاصمة الفرنسية وظل فيها حتى سن المراهقة، أين أجبر بالرجوع لأرض الوطن الأم الجزائر بعد عقوبة نفذت في حق شاب مراهق لا ذنب له. الحمد لله الحمد لله. قالوا على الحجة صافا الحمد لله. ولادي ومن بابا جي مات في فرنسا وما با ليسي الي فوا ما نباليش وين دفنو دوك با دوكا كبرنا. أنا عندي 66 سنة بزاف 66 عام وإما 84 عام ما نشوفش إما عيب. ما كانش واحد في الدنيا ما حبش يشوف إما بون. دوكا درت حاجة غراف لو كان درت باينة 44 عام سي كوا إن إكسبيسيون 44 عام إي شو باسي أون كوريكسيونيل با أوز أسيز بور دي فول دي بتيت بيتيز حاجة ماشي غراف. دوكا أفيك توت سيز أني Je pense qu'il est temps. Je n'ai pas vu mon père mourir, là, il a l'armo, et j'espère que maman n'a rien lui arrivé de mal. Elle a 84 ans. Au moins boire un café avec Emma. C'est rien ça. On ne chauffe ou l'aide ou l'aider. C'est rien ça. Pourtant, abandon de famille, c'est un délit. Et moi, on m'a fait abandonner de toute ma famille. C'est pire qu'un délit. منذ ذلك الأزل وهو يشعر بالوحدة وبالحنين إلى والديه اللذان لم يراهما أكثر من 20 عاما، وازداد جرحه نزيفا مع وفاة والده. Mon papa الله يرحمه avant de partir avec la بنت وليدي ما نباليش جاع وين ندفنو الله يرحمه. وجد مصطفى نفسه مقيدا لا حيلة له، اتجه نحو الألوان فاتخذ من خضرة الغابة ملاذا له ومن زرقة موجات البحر طريقا نحو الديار الفرنسية. نحكوكم على موموس سان غران فرار وليد عوما عندنا بزاف هنا نعرفو جامي شفنا من عندو لاخر غير توجور سوريون كواكو مسكين توجور وعدو سون فامي سون سي فري سي نوت كيما نقول خونا كبير انا لاخر لا ميم فامي كدا مي نوباش كو إلى توجور تريس بارابور فاميلتو اللي ما كاشهم ولاخر. يوم بعد يوم ينتظر مصطفى وبكل شغف متأملا أن يشع صندوق الرسائل برسالة شقت طريق البحر نحو قلب قهره الزمان وزادته المسافات حرقة. الغربة في جاحظي ونور يزري سيل محن في جاحظ شفون ثمزي سيل كاون جرب فهماوي. مرحبا بك
لكم أعزائي المشاهدين مرة تانية. حاجة برك نوضحها للمشاهدين هي أنه مسيو مصطفى شايب ما يهدرش اللغة العربية، إذن على بها رح يهدر باللغة الفرنسية ولا اللغة اللي تساعده هو. مسيو مصطفى، احكي لنا كيفاش حتى دخلت للدزاير. J'ai été expulsé le 20 mai 1976. Dans ma jeunesse, j'ai fait des bêtises. J'ai payé. Quand je suis arrivé en Algérie, il n'y avait pas de famille. Au début, ça a été dur. Mais avec le temps, 3 ans, 4 ans, alhamdoulilah. Après, j'ai commencé à avoir de la connaissance. J'ai fini mon expulsion. C'était en quelle année? Où est-ce que c'est? Normalement, une expulsion, c'est 5 ans. Je suis passé en correctionnel. C'est la préfecture, c'est pas une expulsion ministérielle. J'ai les papiers. En 2004, ils m'ont enlevé l'expulsion, l'abrogation. J'ai fait une demande de visa pour partir voir ma famille, c'est normal, j'ai pas vu mes parents grandir, vieillir. Les enfants de mes enfants, je les connais pas. Mais ma famille, elle est là, elle m'a toujours été. Mustapha. J'ai en France deux enfants. Antoine, tu as deux enfants. Tu as deux enfants. Oui. Et maintenant, ici en Algérie, j'ai une fille. Ah, ok. Elle est mariée, alhamdoulilah, elle a sa vie. Alhamdoulilah. En Algérie, il ne manque rien. Alhamdoulilah. Comme je dis toujours, Algérien, mais fier de l'être. Mais mon père, il est décédé, ils m'ont interdit d'aller le voir. Je ne sais même pas où il a été enterré. Ma maman, elle a 84 ans. Adieuza. Moi, j'ai 66 ans. C'est rien. Je demande de frapper à sa porte, elle m'ouvre la porte. Là, c'est tout. Je reviens en Algérie. Il ne manque rien ici. Alhamdoulilah. Mais le problème que se pose toujours, c'est qu'il n'y a pas d'attachement familial. Il n'y a pas d'attachement familial. Il n'y a pas de comment dire, un soutien vraiment. Non, c'est pas en Algérie, en France. Parce que tu dis, il y a deux enfants. En plus de ça, le manque. Le manque اللي راح يصرى لك باش يعني الشوق اللي راح يصرى لك بينك وبين العائله نتاعك باش يفهمنا الاخرين ماشي سهل عليك معناتها سي با فاسيل يعني انت هنا وعقلك وقلبك مع ولادك ليك سي با فاسيل سي باغي يعني اسمح لي برك استاذ قبل ما نروحو باسكو قال يعني حكى قال باللي بابا توفى وانا والوالده تاعي 84 سنه السما وانا بعيد عليهم وانا هنا وهما ليك قال لك ماني نطلب والو يعني المشاهد باش يفهمنا اكثر انه قال لك انا ما نطلب والو نطلب برك اني نطبطب على الباب تفتح لي الباب الام ديالي اللي عندها 84 سنه على باش المشاهد يعرف انه باش نترجموا واش الاحساس تاعو واش راه يحكي باللغه الفرنسويه احنا نقولوا انه هو مطالب بنهايه المطاف هو طالب انه يعاود يرجع للدفء العائلي اللي راهو محتاجه برغم انه يحوس شم العائله برغم انه يسخر في الجزائر هنا وتزوج وعنده طفله ولكن هذا لا يعني انه راهو عايش ستابل هو عايش ستابل في البيئه هذه في العائله هذه بصح بينما عنده جذور قبل هذه العائله لانه الانسان مستحيل ينكر ولاده حتى يدير لي بيتيس كما قال هو ولاد الحاجات ماشي مليح بصح هذا لا يعني انه الخطا هو قال ما قال حاجه المليحه شابه في القصه هو احترف بالخطا اولا وما انكرش الخطا ولكن تسقم في عينه هو انه ندم وتسقم وحاب يرجع لولاده حاب هذاك لو سوتيان او لو سيبور فاميليال او حاب يعاود يرجع لي هذاك لاتاشمون فاميليال ويكون قريب هو ويتمنى ان تكون كاين ميدياسيون سواء عن طريق لا مينيستير انت او نيفو ديكستيريور ولا انتيريور باش يكري هذاك الجو الميليو هذاك الفاميليال يعاود يحييه من دار جديد هذا هو اللي المشاهد الكريم باش يعرف بلي ماشي ساهل من الناحيه النفسيه الكوتي بسيكولوجيك سي با فاسيل سانسيرمون باسكو علاش وكانه ما دارش حداد على الموت تاع الوالده برغم الوالد عفوا اللي توفى وكامل باقي يهدر كطفل صغير انا با في لو دوي وكانه ما عملش لو دوي هذاك اللي لازم يديره حتى وزاد وكانه حداد اخر على الاولاد وكانه فقدهم شغل هما حيين بصح موته في عينه وكانه ما قدرش دار كل اجراءات كل محاوله دوموند فيزا ولكن ما قبلولوش دار شحال من طعن وشحال من ركور وما قبلولوش يا كاكا هو ريفوزي سي بور سا اللي هو راه عايش في الم واصعب حاجه كنتي تشوفي بعينك وما تقدريش تمدي يدك هذا هو الصعب هذا هو اللي يعني عموما يعني حتى اللي صابت المنال دائما تكون عزيزه فما بالك الوالدين ديجا هما عزاز وراهم بعاد عليه يعني
ديجا انا ماذا بيا نسقسيه راك تهضر مع الوالده ديالك باسكو وسمعك انا انترنت ماتنون افونو مانو الحمد لله سون فون مو توجور سما الحاجه اللي رايت نحي لك هذاك الشوق انه راك تشوف شبكات الفايبر ولا تشوف في الايمو ولا اي شبكه مواقع التواصل الاجتماعي بصفه عامه ولا الميسنجر كما نشوفوا به في الحمد لله في لاكام. هل يعني نطرح لك سؤال ميم حتى ودت اسكو فوزيت اليز اسكو فوزيت نو سي با ان الجيري يعني كي تدير لا كومونيكاسيون معاهم وتتواصل معاهم نو سي دور حتى تتوجع اكثر برغم اللي تشوف عينك ولكن قلبك يعني هذوش حابين نلحقوا الرساله للمشاهدين. نعم اسمح لي شانيز نتدخل اليوم ونسقسيه برك نسقسيك برك الجنسية عندك لا ناسيوناليتي فرونسيز فوزافي لا ناسيوناليتي جامي اون ناسيوناليتي كاسكو فوزافي فوزافي اون ريزيدونس فرونسيز جامي اون ريزيدونس كاسكو فوزافي اون فرونس جو سوي ني اون فرونس فوز ات ني اون فرونس وي يعني تنزت ولد في فرنسا حتى من ابوين جزائريين لي بارون من ابوين جزائريين ولد في فرنسا من ابوين جزائريين لو بير اي لا مير سي دي الجيريان اه نو زون ناسيوناليتي فرونسيز ils ont la nationalité française c'est des français genre en tant qu'algérien Je veux voir ma famille, même s'ils sont français. Ils auraient été chinois, j'aurais été en Chine. Mais comment ça se fait que vous, comment ça se fait que les deux parents ont la nationalité française et vous n'avez pas eu la nationalité française? Parce que dans vous n'avez pas demandé la nationalité. Non, mais en ce temps-là, c'était, je sais pas, en 76. Ça n'existait même pas, ça, en 76. يعني في 76 كانت هذه القصة في 76. Ouais, après qu'ils ont demandé, il y avait toujours quelque chose, Algérie, Algérie. Mais moi, j'ai jamais rien demandé. J'ai été condamné à la double peine. Et pourtant, je n'ai pas le droit, je suis patient correctionnel. Pas aux assises. Aux assises, c'est à faire quelque chose de grave. Là, non. Je suis né dans, à Paris 20e et j'ai grandi dans la banlieue nord 93. Seine-Saint-Denis. Maintenant, c'est grave, encore plus. Mais alhamdoulilah. معليش انا باش نسقسيك باش تفهم برك هما لما داروا لك ليكسبولسيون من فرنسا داروها لك بور دي بين فوزافي في كومي مي بين فوالا يعني كانت عقوبه حنا اضافيه عقوبه اضافيه تكون هذه الطرد هذا هو عقوبه اضافيه تزيد في العقوبه الجريمه اللي ارتكبها الانسان هذايا ويزيد يدور الطرد الوغ هو كيف تعاملوا معاه تعاملوا معك اوتون كاجنبي في فرنسا دونك فوزيتي ان اتخونجي اون فرونس بور او Pour la loi française, vous étiez un étranger. Exactement. Vous avez été puni. Pourquoi? Pour une chose autant qu'un étranger. C'est tout parce que ouais, moi, oui. Mais vous avez été expulsé parce que vous étiez pour eux c'est un étranger. C'est pas comme un français. Parce que quand on a fait le kawalis, on a dit que c'était un peu comme 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 un جنسيتها يعني الانسان هذايا هو فرنسي ولد في فرنسا ما اداش الجنسيه لانه الجنسيه كاينه جنسيه تكتسب وكاينه الجنسيه الاصليه هو الوالدين تاعو عندهم جنسيه مكتسبه وما ينقلوهاش مباشره للابناء تاعهم هو نورمالمون ولد في فرنسا يقدر يكتسب الجنسيه الفرنسيه لسبب ما مطلبوش الجنسيه الفرنسيه ما اداهاش ومن بعد عوقب وبدات الدوله الفرنسيه تتعامل معاه كي شافته يعني القوانين الفرنسيه متشدده بابو القوانين الجزائريه متشدده بزاف الفرنسيين يقول لك لما الانسان يشوف انه ما فيش فايده اجنبي وعاش في بلادهم وما فيش فايده ارتكب جرائم واضر بالمجتمع اساسا نقولوا عليه اجنبي هو يعني زايد ولد ثم انا هذا اللي ما العائله ديالو مسيو موس انفان يعني هو استاذ الاخ مصطفى شعيب المدعى بموموس Donc, juste une question. Vous n'avez jamais demandé la nationalité française ? Si, au début, ils m'ont toujours refusé. La nationalité, je parle pas. Ils m'ont refusé, oui. Je vais parce que vous avez dit 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 vous étiez un petit peu turbulent pendant votre jeunesse. Pas beaucoup. Ah, c'est pour ça. Alors, ils ont dit que vous avez الجنسيه que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que السلطة الفرنسية هي اللي تمنحها. كانها هي هبه هديه تعطيها للناس ترضى على الناس وترضى على الناس خاطر كيما نقولوا هذه هي كيما حنا نقولوا ما نقدوش نفرضوها فرضا ولا نلزموهم بها الزاما قال خلاص انا قعدت 10 سنين عندكم لازم تعطوني لا 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 هذه تبقى دائما كهديه تمنحها هي تعطيها لك ولا لا لا السلطه ترجع ليها للسلطات الفرنسيه هو في الحاله تاعو كان نوع ما شاب مشاغب نوعا ما دخل المؤسسه العقابيه عدة مرات بالك مرتين على حسب بالنسبه لهم ما نعطيهولوش الجنسيه الفرنسيه يعني كيف ده شباب وما حبوش يعطيوا الجنسيه الفرنسيه باسكو عنده مشاغبات ومن بعد تعاملوا معاه
كي ولات قضيه مور قضيه تعاملوا مع اوتوك اجنبي خلاص. الحمد لله هذا الانسان هذا عنده الجنسيه الجزائريه الاصليه والحمد لله بلاد مون بيي سي مون بيي تبقى الجزائريه قبل كلش مالغري فوزاتني اون فرونس. باش نقولوا هذا الكلام للشباب اللي راهو يحرق باش الشباب اللي راهو يحرق. انت عشت زدت في فرنسا وعشت في فرنسا وفرنسا ما حبتش تعطيك الجنسيه باغ كونتخ بلادك ما عشت فيها ما زدت فيها وهي اللي عطيتك الجنسيه وفرقت كل شيء. وحنا الحمد لله تاعنا بالعاميه يقول لك لحم يفوح يفتهم عليه. وحنا مهما يكون احنا ما راناش نقولوا باللي انت درت ولا ما درتش. بور نو فوزيت ان الجيريان انت راك جزائري شوف ما يهمش بالرغم لانه بور نو فوزيت ان الجيريان اكزاكتومون. الحمد لله اي جو سو فيير جامي دي سا ما فاميلي اون فرونس كومون جو فير. هذا يعني حاجه الامر الواحد اللي راه في قلبه هو العائله ديالو العائله ديالو صعيب يعني كي تشوفي انا حاب ننبهكم الحاجه في القضيه تاعو واش صرا من الناحيه القانونيه من الناحيه القانونيه واش صرا. هو كانت القوانين فيما سبق كان فيما يتعلق بالطرد ولا الطرد من التراب الفرنسي ما كانش يطبق بصرامه ومن بعد طبق جا خصوصا في 2018 حتى قبل 2018 بدات الهضره على القوانين هذه تاع الهجره قانون الهجره وتعديل قوانين الهجره مع الرؤساء للدوله على السلطه ثم ولاو يشددوا ولات كاينه نوع من العنصريه الزايده فيما يتعلق في مواجهه الجزائريين ولا حتى المغتربين ماشي الجزائريين فقط مغتربين هما واش كانوا خوفا من الارهاب وخوفا من كل شيء ولاو يشددوا في القوانين. انا لو كان هذا الانسان كان عنده الجنسيه الفرنسيه وطردوه ما يقدروش يطردوه الا اذا كانت عنده قضيه تمس بامن الدوله الفرنسيه ولا بالمجتمع الفرنسي. مي هذا مادام ما كانش مكتسب للجنسيه الفرنسيه تم طرده كاي لاجئ ولا اجنبي سياسي طردوه في اطار العقوبه مؤقته. استاذه ولكن اسمحي لي شيناز نوضح النقطه هذه. ولكن لما جاء التعديل تاع القانون الجديد تاع الهجره واللجوء ثم ولا فيما يتعلق بالرجوع للتراب الفرنسي اصبح شبه ممنوع ولا تطبيق تاعه بصرامه يصعب على اي انسان بعد ما يتعاقب في مثل هذه العقوبه انه يعاود يرجع لفرنسا. بعد التعريف الصحيح لا سيتوينتي او ما يسمى بالمواطنه لما يكون باش يكون مواطن وفق شروط افيك ناسيوناليتي بالجنسيه وكامل هناك شروط كما قلت حتى يكون زايد وكامل ولكن بعد المنح اللي تقدم ولا بعد الاشياء يعني بمجرد ما يتعاقب ويلحيو منه صفه المواطنه خلاص ما يقدرش يعاود يرجع حتى ولو حاول. هو مصطلح جديد اصبح يداوي كثير في السنوات الاخيره لا سيتوينتي بال فرونسيز لا سيتوينتي فرونسيز ماشي عندنا بالانجليزيه اللي يعطي انه الايجابيه في هذا المصطلح هو انه الانسان زعما يكون كالم يكون عاقل يكون طائع للقانون طائع لكل غير متمرد بالمفهوم الفرنسي لانه من اكبر العقوبات احنا عارفين انه القانون الفرنسي يدرس كما في الجامعات العالميه من خلال انه تعتبر من بلاد المتطور ولكن تطورا من خلال نظرتهم هما ولكن احنا كجزائريين احنا نهضروا على بلادنا بلادنا ترفد ولادها. صدقني انا بالنسبه لي هذا القانون بالذات هو قانون عنصري اكثر من اكثر من نعم نعم لانه علاه اي عقوبه تطبق عندها لحظه وعندها وقت وين يكون كاين رد اعتبار الانسان هذا. حنا في الجزائر الانسان لما يدان بعد 3 سنوات يقدر يعاود يطلب رد الاعتبار تاعو محسوب العقوبه هذيك تتلغى وتمحى كاع تمحى من السوابق تاعو يعاود يولي كاي مواطن عادي صحيفه السوابق العاديه تاعو بيضاء. هذه العقوبه المنع النهائي من الرجوع لفرنسا كانه لغاو هذه فكره رد الاعتبار. حنا ما ردعولكش الاعتبار تبقى مجرم في نظر المجتمع الفرنسي للابد. استاذ يعتبروا ان القانون الفرنسي هو قانون زعما الانسانيه مليح والانسانيه وحقوق الانسان اللي جا مع الثوره الانسان مع الثوره حقوق الانسان. حقيقه القانون الفرنسي قد حقوق الانسان كون راه ما قتلش بهذيك البشاعه موالينا وجدودنا اللي سبقونا وحرقهم وذبحهم ودار لهم ومن بعد يقول باسم الحب يعني وهذا وانا لان ما نسميش مستعمر بقد ما نسميه مستدمر عفوا لان القوانين تاعهم تنسب اليهم ولا تنسب الى غيرهم معناتها الفائده ليهم والحد اللي مش ملي لهم. ولكن احنا نقول لك انا فاني موسي شوي فريمون تري فيير فوزيت لو فيت يعني بارمي نو اكزاكتومون اي اون بليس فوزيت ان الجيريان فخير بون سور اون اي توس لا لا فيرتي لا فيرتي فيك انت عندك ناسيوناليتي الجيريان وهذا هو لو تريز امبورتون تشينو هنا في قاعدنا هنا في الجزائريين. سؤال اذا كان ممكن ساتيسفي باسكو هكا انت حكيت بواحد الحرقه ومام طو فرحت خاطش الحمد لله الى غفي الحمد لله بليزيور فوا ويعاود الحمد لله الحمد لله. هنا راح نديطايو في الكلام نتاعو اللي قال ضرب له انا وحش ولادي ومام طو دار قال لك جو سوي يعني هو غير هذيك الحرقه تاع الولاد ديالو اللي راهي مخلياته يتحسر لو فات كو ما راهوش يقدر يروح لفرنسا سينون هو قال لك انا
هنا il me manque rien. Ben non. يعني ما يخصها تو والو. Deuxième famille c'est mon quartier hein, tout le monde. Très bien. Depuis 44 ans. Très bien. Très bien. Je peux vous demander combien de fois vous avez fait le dossier de visa? Oh, je sais plus, j'ai fait. Combien de fois? Deux, trois fois comme ça. Mais à chaque fois, un million, un million, un million. Aïe, toujours. À chaque fois, je leur donne de l'argent en plus. J'ai arrêté. Bah ouais. Il y en a d'autres pays mieux que la France quand même. Il y en a des pays arabes. Qu'est-ce que je vais faire, moi, ma famille est en France. Je sais. Ça sera en Chine, j'irai en Chine. Mais comment dirais-je? Mais هما يقدروا يجوا جات الوالده لهنا دخلوا plusieurs fois سي لور بيي مير كو ميم وكيما قالت لك الاولاد ديالو اسمح لي برك الاستاذ اولادك راهم يجوا للجزائر ولا جامي صافي عايشين حياتهم كاع تما هما حتى انك نو سون با اتاشي ان الجزائر نو سون با تروز اتاشي ان الجزائر مون فيس اي ني لا اي بارتي ان فرانس جو فرونسي اي ديفوني فرونسي بور موا جو فرونس Je ne suis pas français, je suis algérien. Lui, vous avez français. Une résidence française là-bas? Jamais. Moi? Oui. Non. Alors, de quelle manière ils sont allés en France? Comment vos enfants ont pu être, vivre en France? Mes parents. Mais vos parents, oui, d'accord, je m'excuse. Mes parents. Jamais. Jamais vous n'êtes venu en Algérie? Ben non, en 76. Qui dit, dit à l'aide. Il a été expulsé. Mon père et ma mère, ils se sont mariés en France. Ah, d'accord, ok. C'est pas moi maintenant. Moi, c'est pas Akbouk. C'est pas moi qui paye. C'est ma mère maintenant. Elle est vieille, 85 ans. Mais elle peut venir en Algérie et vivre en Algérie. Pourquoi ne pour, tous ses 80, filles sont bon, je vais répondre. Hein. Mm. 84 ans en France, elle est en bonne santé quand même. Ah non, elle peut pas, vivre, ouais. Elle peut continuer sa vie. Et c'est en Algérie, elle ne va pas durer plus que deux jours ou trois jours. Parce qu'on a chez nous, ils ont plutôt théorie, c'est la catastrophe. C'est pas pareil. Elle est venue, elle tarde pas. Je sais, الام ديالي تاعي راهي كبيره ما تقدرش تجي هذا هو الكلام اللي عم نقولوه هما في فرنسا حتى اللي كانت 84 سنه يقدر يزيد احنا نقولوا ماشي بالمعنى يقدر يزيد لها في العمر حتى كي يحطوها في الماشينه تقدر تعيش عايشه لانه الظروف الطبيه ثم ما شاء الله متطوره يعني متطوره على متطوره شويه على الجزائر باغ كونتخ يجيو لهنا انا شفناهم بليزيور ديزيميغري كي يجيو كبار في العمر ويدخلوا الجزائر ما يقدروش يقعدوا فوق ان موا ماكسيموم تاعهم ان موا باسكو علاه دابور لو كليما سي با لو ميم كليما دوزيام دي شوز كي يمرضوا هنا ما يصيبوش التكفل الطبي الكافي ما يصيبوش سي با باغي شينوش ولا با سي با باغي ما نقدروش نقولوا بلي كيف كيف ما نقدروش مهما كان كاين فرق وكاين اختلاف وكاين نوع من النقص في الجزائر بالتكفل بالمرضى تاعنا سواء للعدد ولا بالنسبه للعدد ولا بالنسبه للغاشي ولا بطريقه التعامل ما يقدروش هما والفوا طريقه ريتم تاع حياه والفوها باش يتاقلموا لهنا يحسوا روحهم كاجانب في بوكسي يحاولوا يزيدوا ويلجؤوا يعاودوا يلجؤوا لوين كبروا ها هو دخلت كومبيا فو زافي كون فوزيت رونتخي اون الجيري شحال كان في عمرك؟ 22 ans كونجا اون الجيري 22 ans 44 ans vous avez 44 ans non 66 ans ça fait 44 ans que je suis là mais les 40 ans vous êtes algérien pur j'ai pas dit je ouais mais moi j'ai jamais dit que j'étais pas algérien on a les bêtes lina معنا كي تكفي يولي جزائري معناتها مهما يكون الدم عمره لا يولي ما تولي الاصل انا توحشتي ما وخلاص سي تو هذه هي يعني راهو نخسر هو ما توحش فرنسا توحش يماه زعما الكلمه اللي قالها مام صعيب عليه شويه اللغه العربيه بصح شوفي لغه الام لغه العاطفه والحنانه كيف يقولها بصوره صريحه جدا وقته ما عاش في مكاش ماشي موالف يعيش بالجزائر جابوه معاقب بالجزائر مي دار حياته في الجزائر وعاش لا بيل في اون الجيري مالغري تو سكي سيت اريفي كاع واش كاين مي واحد ما تخلى عليه نتمنى لك ان شاء الله تشوف وليداتك وان شاء الله نظم صوتي لكل الناس ان شاء الله يدعي لك باش ان شاء الله تشوف وليداتك وميمتك ان شاء الله وتعاود يرجع الشمل للعائله نتاعك وحنا ما نقدروش نقاضي وكل نحاكم هذه النقطه بالذات تحتاج حنا لازم نخاطب السلطات الفرنسيه حنا لهنا يا ربي لا خاطبنا السلطات الجزائريه يا ربي لا خاطبنا المجتمع يا ربي لا خاطبنا الناس اللي راهم يتابعوا فينا بصح ولا ربما كاش فرنسي ولا كاش واحد عنده ازدواجيه الجنسيه وراه يتبع فينا غدوه من غدوه يقدر ينفعك ويعاونك ويصف لك الوثائق تاعك بالنسبه للسلطات الفرنسيه ان شاء الله استاذه انا ربما نحب نسقسي الاخ مصطفى كي تشوف الصور تاع الوالده ديالك تاع الوالدين اه واه بي لي فار وشنو هو الاحساس ديالك شي با سي
C'est la famille. C'est la famille. Ça, c'est mon père là, avant qu'il meure. C'est des anciennes photos. Avec la fille à mon fils. Et vos enfants, vous avez les photos de vos enfants? Ouais. Que voulez-vous leur dire maintenant? Moi, je les vois sur Internet. Genre, ah, ok, c'est d'accord. C'est pas comme l'ancien temps. C'est votre maman, c'est ça? C'est ma maman, avec la fille à mon fils. Eh, hey, mashallah. Mashallah. Ouais. Est-ce que vous avez des petits-enfants? Oui. Les enfants de votre fils? Oui. Mashallah. Combien vous avez? Je suis grand-père. Vous êtes grand-père maintenant? 3 ou 4, enfin. Et ici en Algérie, vous êtes grand-père aussi? Oui. Oh, mashallah, Allah ibarak. Non, ça va, ça fait longtemps. Monsieur Mustapha, explique-lui à l'Aïd, comment est-ce que tout seul. Alors là, tout seul. Ma fille, elle vient après l'Aïd, comme ça. Deuxième jour, elle vient me voir, normal. Très bien. Moi, elle vient me voir. Et après, elle part. On reste une heure comme ça à discuter. Elle n'est pas responsable d'elle-même, elle est mariée. D'accord. Alhamdoulilah aussi, aucun problème avec. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. إن شاء الله ربي يديم عليك النعمة وإن شاء الله تلاقى بالعزاز عليك أستاذ يعني قبل ما نختمو أنا ماذا بيا توضح لنا برك حاجة اللي شفناها في الفي تي آر على الرسومات اللي راهو رسمهم في داره أنا الرسومات اللي رسمهم هذاك الباتو أون بليس هذاك كيما حنا نقولوا البابور بالعامي نتاعنا اللي خدمو والغابة هذيك لافوري اللي عملها ولافوري يحس أنه هو كأنه راهو في غابة مودر ضايع بين السور بين هكا ويحب ان الانسان يجي ينقضه ويوري له لا وبينما الباتو هو الحلم نتاعو انه يقطع من ضفه هذه الضفه الاخرى ويعانق هو الوسيله الوحيده اللي توصل صوته هو ذاك القارب اللي لازم يركب فيه ويروح ويعنق وليداته هو يتخونسمي هذاك الميساج تاعو بطريقه عن طريق تفريغ انفعالي عن طريق رسم هو تقنيه فنيه علاجيه تفريغيه ويفرغ في المكبوتات تاعو لي كونفلي هذوكا ويحب البروجيكت يعني يسقط هذاك الفيكو نتاعو الانترن المعاش الداخلي هذاك يسقط في الواقع اللي هو الواقع المر اللي يتمنى انه يتحقق له عن طريق رسومات اللي هو يوضح كامل الحاجه اللي هو يعيش فيها نعم كتفريغ انفعالي عن طريق الرسم وهو فينا حد ذاته علاج حتى الكبار حتى الصغار هو علاج يعني الانسان يعبر يخرج مكنوناته المكبوتات نتاعو باسكو لي كونفلي هذويا هذو النوع من الصراعات ولا من نوع من الاخرين راح يولدوا سيرتان كومون ديال مال بالنسبه للانسان ما هوش غاية يتبدل المود دو في نتاعو يتبدل نوع من نمط الحياة تشكل الحياة بالنسبة ليه في النظرة الأخرى اللي هو الأمل هو ليسبوار اللي راهو باني في راسو وراك توافقين الرأي لأنه رغم هذا لأنه هناك ضفة أخرى راهي لأنه الإنسان هذا راهو عايش لأنه الكبدة مقسومة على زوج أو عايش نص حياة هنا وحياة هيك قال وهنا وعقول هيك ويفهموني اللي عنده الكبدة يفهم واش اللي عنده أب ولا أم يفهم الكبدة وصعيب مهما يكون عايش لابيل في هنا هنا في الجزائر ولكن مش فيزون هنا يقول ما نقدرش نروح ونخلي امبوسيبل يعني حتى ولادو سامحني استاذ حتى ولادو ما كاش هم هنا قال لك عندي غير البنت وحده اللي راهي هنا ولادو اللي في فرنسا اسكو زون لي دوبل ناسيوناليتي ولا زون جوست لا ولا زون اي لا ناسيوناليتي فرونسيز زون اي لا ناسيوناليتي فرونسيز اي زون دوبل ناسيوناليتي maintenant ولا ينون با لا ناسيوناليتي الجيريان ينون جامي دوبل ناسيوناليتي الجيريان لا دوبل ils peuvent avoir la nationalité algérienne parce que vous êtes algérien باسكو زيت الجزائريين خاطر شحال حنا عندنا في الجزائر الجنسيه اللي كان الاب متجنس من الجنسيه الجزائريه تنتقل برابطه الدم قرابه يعني يكتسبوا الاولاد تلقائيا الجنسيه الجزائريه استاذ انا هنا حبيت نسقسيك برك يعني هو الاخ مصطفى ما عندوش حلول واحد اخرى اللي يقدر يشوف والديه هل المشكل انه باش يدخل بطريقه قانونيه لابد انه يدخل بالتاشيره الفرنسيه ما يقدرش يدخل تراب ما يقدرش يدخل حتى والمشكل حتى القانون الهجري ديال ماهوش مديو فقط لفرنسا لكل الدول الاوروبيه يعني الدول الاوروبيه كلها بصفه عامه ممنوع داروا حظر الرجوع والعوده حظر الرجوع والعوده والتطبيق تاعو راني نرجع نقول هو تطبيق صارم حتى التاشيره حاب يقول il y a une loi en France quand on fait quand on dit que c'est une personne qui est expulsée il ne peut pas revenir en Algérie mais parce que l'expulsion
même s'ils ont enlevé l'expulsion. Vous n'avez pas. Mais la dernière loi. Il y a une dernière loi récemment, ils sont en train de l'appliquer. Oh, vous n'avez pas le droit de revenir en France. C'est comme c'est pour eux. Pour eux, c'est comme ça. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Ah non, je sais. Ah, je sais pas moi. Alors on peut. ان شاء الله هذاك تبارك ندعي لك تشوف وليداتك الاخرين ما ماشي شي دراع دراع كما قلت لك ماك عايش دراع حنا البراني ويعيش في وسطنا مرحبا به هو ماروش براني يعني راهو منا وفينا راهو منا وفينا والدم عمره لا يولي ما دائما اكيد اكيد حنا يلاه لحقنا يعني نهايه فقط اذا كان تسمحي لي وليدك الثاني عندهم لا دوب ناسيوناليتي اللي هنا عندهم لا ناسيوناليتي فرنسيز نو نو فوتر في ما عندهاش لا ناسيوناليتي فرنسيز نو ما حبوش يعيشوا لهيه Elle s'est mariée ici, avec son mari là. Ah ok, d'accord, très ouais. bien, très très bien. Non, elle est bien installée. Très bien, هكذا راهي تكبر العائلة. هكذا راهي الأسرة الصغيرة اللي كانت بدات بزوج عباد راهي تكبر بشوية وتولي لك مجتمع وحدك. حنا نقولوا الأسرة هي البناء الأول للمجتمع، العائلة الصغيرة هي اللي دير المجتمع. غدوة يولي عندك أحفاد بزيادة وتولي عندك وين تخزر، كل واحد يرفد وواحد يحطو. ديجا أنا سانك. إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله إن شاء الله ربي ما يحرمكش، إن شاء الله تصيب أذان صاغية. ربما تتبدل القوانين هذه الاتفاقية الدولية هذه التأشيرة هذه عندها توجو علاقة بالاتفاقية الدولية بين الجزائر وفرنسا. كي تتحسن العلاقات تولي نوعا ما. حنا نتمنوا أنه العلاقات تتحسن قبل ما يفوت الأوان. إن شاء الله يا ربي. لأنه باش هو يقدر يشوف الوالدة ويشوف الجزء الثاني من العائله تاعو اللي خلاه الماضي تاعو اكيد لان الانسان مرتبط بالماضي تاعو ما يقدرش يتخلى عليه نعم اكيد احنا يعني احنا استاذ رانا لحقنا نهايه هذه الحصه يعني نهايه عدد اليوم اقول اعزائي المشاهدين كما العاده نقول لكم باللي الارقام تاعنا متواجده في اسفل الشاشه نشكرك استاذه اللي جيتي اليوم معنا شكرا لك استاذه شكرا استاذ فرجاني على حضورك العفو ان شاء الله انا ان شاء الله تكون ناس في كيما هذه الحاله نتاعو الانسان اللي كبده تاعو كل محروقه ما يفهم ما يحس بالجمره غير الكويت وان شاء الله ربي يسخر لك ناس مؤمنين ان شاء الله يعاونوك وترجعوا تشوفوا وليداتك ان شاء الله مسيو مصطفى واش راك حاب تقول للشعب الجزائري ولا اللي يقدر يعاونك؟ شو في هذا الجيريان جي بوزون دو ريان فيغ الجيري انا نقول لك هذا الكلام قولوا للحراقه وجه لهم رساله من هنا وقول لهم الحمد لله قولوا للحراقه لي جون كي فيل بارتيغ دو الجيري بور الي اون فرانس في لوغ دير ان بتي ميساج سون فو اي سون فو اي فون دو موفيز افير اي مون ريغريزي توت لور في ميرسي سي تو ما عدناش واش نزيدو عليك كفيت ووفيت حاجه واحده اخرى ثانيه واش تقول للام ديالك اللي تشوفك بور لا مامون ما مامون يا ما مامون ما مامون سي ما مامون ريستورا ما مامون مي واش راك حاب تقول لها سي جي دي تو لي جو سي ما مامون الي دون مون كور دون ما تيت الي بارتو ايما سي سا فوالا بالعربيه الجحنينه احن يما اكيد فيها نفس المصطلح ماما يعني كل اللغات وباللغات وباللهجات ميرسي بوكو مسيو ميرسي ابو الحمد لله يسلمك ربي يعيشك ربي يخليك ان شاء الله الله يسلمك قلت له بسلامه يعني الله يسلمك اعزائي المشاهدين انا نقول لكم دمتم في رعايه الله وفي حفظه نلتقي في عدد اخر بحول الله سلام صرالك يا دني فيك حكايه وحكايه سميني وقاعد حدايا وحكيهم لي بيتبان باش هكدا حقدا وسمي ضلي تبدلي في الصفات تعذبي فيا غير بشويه عييت مع دابك بركات